طلبت ولد الكنز على اساس انا صافي سعيد، بما انه صافي سعيد عنده برشا ما ضرش في معناها في التلفزيون وكل شيء وكذا، وفي بعد المسيره بس بس يضرب في الشاشه جماعه صحيت والله بون ابارامون متعاركين يلا ما يعني ديما سمير و لا علينا علاقه بيناتهم تخصهم دونك صافي سعيد يتصل لبولد الكنز باش يغني له في وقفه باش يغني له كيما الاجتماع اللي سامحني في التليفون هذا سمير في حاضر ولا لا هاتوا نثبتوا في التليفون كيما تاع النهضه وقت اللي مشاو للسونتر فيل مع محمد الخامس زعما صافي سعيد باش يلم فوالا مسيره باش يلم هات ناس ولد الكنز وافق ولا ما وافقش في تليفون مروان الو وي على السلامه علي مرحبا بك خويا انا امين ميل حزب صافي سعيد حدائق النحل وصافي عنده ما يحكي معاك خاطرنا توا قاعدين نحضروا في باش نخرج ان شاء الله في مسيره بون ماهيش مسيره برشا في سونتر في دونك صافي يحب يحكي معاك كان ممكن توا من دخلني في المسيرات اوكي احكي معاه هو وهو تو يفسر لك اوكي بوكو اي لحظه برك باش يكون معاك في صافي سونوري تاع صافي هذه الاغنيه حطيتها صافي الو الو السلام عليكم اهلا بك وعليكم السلام كيف الحال سي علاء الحمد لله شكرا لله ايش اخبارك وكذا لباس امور واضحه والراب والموسيقى والكذا واضحه جدا الحمد لله والله يا علاء ولدي ما نطولش عليك انا كنت مع جماعة وكذا كنا في اجتماع والشباب الحركه وكذا اوكي احنا باش نهبطوا ان شاء الله شفت انت حركه النهضه كيف يعني هبطوا في شارع محمد الخامس وكذا في احتفالهم هذا كله ولا شيء احنا اللي باش نعملوه جديد قلناه سوف ننزل باش نعملوا احتفالات وكذا باش نعمل الناس بكل مكان ويشرفنا وانك يعني تطلع تغنين وكذا يعني والمعروف عنك علاء وانه شفت يعني بعض الفيديوهات دخلت بعجاله مع الاولاد وراوني انك فنان ملتزم وكذا وعندك مشاكل مع الحكومات وتهمك وضع البلاد وكذا يعني مش برشا مانيش فهمتني انا فنان خطير حفله مره وبدون اعلام حزبيه معناها ما نعملش احتفالات مع احزاب مانيش انسان متحكم ايش بدون اعلام يا علاء ولا ما فهمت ايش بدون اعلام انا اتصلت بيك وتفهمنا نخدم على روحي انا كي ننجح انا تونس تنجح طبيعتها كي ينجح واحد فهمت انا نخدم تظاهرات فنيه شوكيت في بواتا يا حبيبي يا علاء انا لست في الحكم يا علاء انا لا احكم انا مجرد نائب شعب وهذا حزب جديد وقاعد نعمله من اجل نحسن وضع البلاد وكذا يعني الشباب لو لم يكن معنا الشباب من سيكون يعني والله اخ هي المشكله في نواب الشعب المشكله في الغادي انا مانيش ملتزم ما نحبهمش برك يعني يا علاء يا ابن الخمسة عشر نحن مستقلين وانا نائب مستقل وتقريبا يعني عندي شعبيه كبيره وكذا عجبك يعني نزلوا الى السنترفيل كان استعراض عضلات على الشعب احنا نحبوا ننظموا تظاهره فيها الفنانين فيها السياسيين وفيها الجميع ما نخدمش في بلاصه متحاسبه وفيها اعلام نطلع نغني في سالا نوتر في بلاصه نوتر قدام بوبليك نوتر ما هو جاي على احلام حزبيه وعلى حاجه هذيك ما همش تابعين يا حبيبي يكون بحزب يا اخي فما طرف اسامي معروفين في تونس نجم كونتاكتيهم ديريكت الجميع ليس جميع الرابورات وتوا الناس يحبوا الراب وجمهور الراب هو ثم مظلمة أيضا يتعرض لها موسيقية الراب وكذا يعني يا حبيبي اسمع انتم أخويا كالسياسة عملوا غرباء الفضل ويحكم بالكدا تو من العشرين سنة أخرين كي نعرفوا شكون الصافي وشكون المدردش سنولي ونجموا نطلعوا في حفلات يا أخي إيش يعني صافي إيش صافي إيش مدردش وإيش كذا أنا كلمتك يا حبيبي يعني اوضح لك يا حبيبي هو يعني ليس بحفل او يعني مهرجان قرطاج هذه مسيره عباره عن مسيره يعني باش نخرجوا مثل ما خرجوا حركه النهضه ويتصورون وانهم يعني هم اللي يحكمون في البلاد والكذا يعني فكك يعني ستغني مع الشباب وكذا وكما انت طالب ثمن واحنا سوف ندفع لك يا حبيبي من دون اعلامات ولا شيء تطلب مستحقات ماديه يا كاس نعرف الوضع يعني سيء ونقف لبعض كم واحد من غير ما تدخلوه في دوامات ما نحبش خويا فلوس مشيرتكم انتم ما نحبش واذا لا نقف مع بعض الشعب يستطيع وهذا هو الشعار الجديد وليس الشعب يريد انا يا حبيبي يعني الشعب يستطيع لو تحاول معنا سوف ننجح معا اذا لم تريد يا اخي فكك ولا كر راحة احنا من يا حومة احنا من شيلاتنا سننجح نحن كراب مش ننجح لما نتنين راب نخدمه يعني لو كنت اتصلت باي شخص اخر كانت له فرصة وانه يطلع امام جميع
جماهير وكده ويخلص وياخذ اموال ولكن الظاهر وانك ليست فرصه لشخص الظاهر وكانك رفضت يا ابن ال 15 الشعب يستطيع شعر جديد صف سعيد يا حبيبي ايش يعني انا اتصلت بهذا ولد ال 15 وكده يعني وكانه هو مناضل وكده يعني وطالب اموال فكك ولا شيء انا كان كلمت صبر رباعي روجاني يا حبيبي دونك ما تغشش على ولد الكنز ما تغشش من هو اصلا هذا ابن الكنز ولا من ايش انا نحب سمير الوافي رابر ناجح ولد الكنز حتى سمير الوافي ناجح منشط ناجح باهي يلا في الكراش عجيمي كلمتنا في تحيه لولد الكنز بتبيع تحيه ليه ليه ومن بعد في بالو بعد قلت له ما مليه في تفاوض كان بلبزها قال لي استر ربي استر ربي طلعت كذا استر ربي ما كثرتش عليك باهي يلا في الكراش سعلوله